شاهد، احنا اليوم مختصين بيوم المرأة، طبعا ومعانا نماذج مشرفة، ومعانا دراسات وإحصائيات، ومعانا الدكتورة ميسون الدبوبي من مركز صندوق من صندوق من مشرفة سياسة النوع الاجتماعي في برنامج تمكين المرأة والجندر في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، ومعانا النموذج المشرف وهو مخرجات هذا الصندوق وهي قصة نجاح نسرين بني دومي. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير، وشكرا أنكم أنتم ضيوفنا اليوم. خلينا نبلش معك دكتورة ميسون، نعرف شوي عن المركز ونشوف وين وصلت المرأة الأردنية معانا. شكرا لك ست لانا، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا بداية بألف خير بمناسبة يوم المرأة العالمي. طبعا إحنا الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد، طبعا هو مؤسسة تنموية بتغطي كل أنحاء المملكة بالبادية والريف والحضر من خلال شبكة مراكز الأميرة بسمة المنتشرة بكافة أنحاء المملكة. اللي هناك 51 مركز، 51 مركز من ضمن البرامج اللي إحنا بنقدمها هو برنامج تمكين المرأة والجندر، إنه نسعى على عملية تعزيز دورها ضمن مجتمعها من خلال رفضها بالعديد من المهارات والفرص اللي بتساعدها وبتهيئها حتى تقوم بأدوارها على مختلف الصعد. فبدي أنطلق من برنامج اللجان النسوية. برنامج اللجان النسوية هو برنامج ثابت موجود بكل مركز من مراكز الأميرة بسمة. هدول الستات بتم تدريبهم وبناء قدراتهم حتى يكونوا هم حلقة الوصل بيننا وما بيننا وبين المجتمع المحلي. فعمليا هم بيحددوا احتياجات المرأة، بحاولوا قدر الإمكان بيحشدوا كل النساء حتى أنهم يكون لهم مشاركات بالعملية التنموية. هاي الاحتياجات بتم بنائها على برامج وأنشطة بتنفذ حتى تلبي احتياجات النساء ضمن كل منطقة حسب خصوصية كل منطقة. صحيح. ماذا نقصد هنا بخصوصية كل منطقة؟ هلأ يعني ما هي الأولويات التي تتبع لدعم المرأة في المحافظات؟ هلأ إذا نطلع على المرأة في المدن، أكيد بتكون في هناك خصوصية من ناحية الفرص المهيئة للمرأة الأردنية. صحيح. من ناحية سهولة وصولها للخدمات. نعم. من ناحية المستوى المعرفي، المستوى العلمي، حتى طبيعة المجتمعية. نعم. للمرأة، طبيعة أدوارها في المرأة. فهلأ إحنا بنراعي هاي الخصوصية حتى أنه المرأة بتحقق أهدافها. نعم. ضمن هاي الخصوصية وما نخترق هاي الخصوصية. فالحمد لله يعني إحنا عندنا تقريبا بحدود 3000 امرأة كنساء مستفيدات ومنتفعات. نحن حديثنا سيطول معك. نعم. دكتورة نسرين خلال لقائنا مع حضرتك اليوم، لكن حابة أنتقل للست نسرين. يعني ما شاء الله وجهك بشوش من أول ما جيتي وأنت مبتسمة. كل عام وأنت بألف خير يا رب. بداية خلينا نتحدث عن انضمامك لبرنامج اللجان السنوية منذ 18 عام. نحكي عن تجربتك في هذا المجال وكيف أنت قدرت تكوني قصة نجاح لهذا البرنامج. أول شيء بحب أصبح عليكم جميعا، وبحب أهنيكم بهاليوم العالمي للمرأة. بحب أصبح على جلالة الملكة رانيا وستنا بسمة سمو الأميرة بسمة والنشميات الأردنيات وطبعا ستات العالم بأسره. كل عام وهن بخير، كل عام وهن أجمل نساء الأرض. بألف خير يا رب. أنا مش من مخرجات بس الصندوق، أنا انبثقت من رحم الصندوق. أنا بعتبر حالي أنه جتنا فرصة وجود المركز الأميرة بسمة عندنا بالمنطقة كمناطق شوي جيوب فقر بنقدر نقول بالأغوار الشمالية، فرصة لأهل المنطقة ولازم نستغلها. الحمد لله رب العالمين، أنا كعضو من أعضاء اللجنة النسوية بعتبر حالي أنه مش أنا لوحدي موجودة بالنموذج، هنا كل النموذج بالموجودات بالمركز. بس الحمد لله أنا صح ما خلصت أو ما كملت دراستي الأكاديمية، بس بنفس الوقت اتدربت أخذت بحكي لكم بجوز 99% من التدريبات ومن الأنشطة اللي كانت بالصندوق، سواء كانت تدريبات عملية أو تدريبات تثقيفية. يعني أنا بالنسبة لي اكتسبت كثير أشياء من الصندوق، وبعدها طبعا شوي شوي بلشت أتدرج أنه دخلنا على مشاريع، أخذت مشروع. بعدها صار عندنا تمكين اقتصادي، صار عندنا تمكين سياسي، طلعنا
بفكرة يمكن أنا والبنات اللجنة النسوية طبعاً بقدرش إني أنا أستثني دور الرائدة الريفية عنا اللي هي فائدة العامري كإدارة يعني ما شاء الله كانت أن ولا زالت يعني إنه دعميتنا طبعاً وكصندوق كصندوق بشكل عام إنه داعمنا نعم. الحمد لله. طيب نسرين سؤالي لإلك، هل تم استقطابك ولا أنت دورتي على الفرصة؟ في فرق بين التنتين، إنه الشخص يكون عنده قدرات ويتم استقطابه أو هو فعلا يبحث عن الفرصة؟ ستي أنا ما بحكي لك الاثنين، بديش أكون دبلوماسي زيادة، بس كمان أنا بحثت عن الفرصة. أنت بحثتي عن نعم الفرصة. وجوده عندنا هو فرصة. طب سؤالي لإلك، إنت نعم. دعمتي الستات اللي حواليك، يعني بما إنه أنت لقيتي باب انفتح لك نعم. دعمتي وفتحت الأبواب لغيرك. ستي الكل بيعرف إنه أنا الحمد لله وأقول من كلمة أنا صرت نموذج بالمنطقة إنه بالصندوق وإيش بتعمل وإيش بتسوي، يعني كان الإشي شوي قبل 18 سنة مش كثير الناس بترتاد على العمل المجتمعي والعمل التنموي بتأكيد. والعمل التطوعي نعم. يعني إنه لحد هسه شوي بنعاني من العمل التطوعي كثقافة بتأكيد. بالمجتمع حضرتك خير مثال نعم. لكل السيدات الأردنيات ما شاء الله عليكي. بدي أنتقل للدكتورة ميسون عزيزتي، حابة أسألك يعني عن برامج الصندوق بشكل عام في مجال تمكين المرأة، يعني خلينا نحكي المجالات متعددة، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، خلينا هون نتحدث عن الفجوة الجندرية، كيف نعم. قاعدين عم بتحاولوا تقلصوا منها أو تخففوا منها من خلال هذه البرامج؟ هلا ستي اللي هي الفجوة الجندرية بنحاول من خلال بناء القدرات. لما بنطلع على نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل بنشوف أنها كثير متدنية، فبنحاول قدر الإمكان أنه نبني قدرات المرأة فيما يتعلق بمهاراتها حتى أنها سواء كانت بدورها الاقتصادي. فهلا احنا بنشتغل على مفهوم ريادة الأعمال للمرأة، لأنه مفهوم الريادة مفهوم جديد، فحتى أن يكون في هناك تنافسية للمرأة بنعطيها عديد من المهارات والقدرات اللي بتأسس عندها فكرة مشروع ريادي، كيف تبحث عن دور لإلها من خلال أنه تجد فكرة مشروع ريادي ممكن يلبي طموحاتها احتياجاتها، وبنفس الوقت تسعى لتطوير هذا الفكرة، وبيكون بالمقابل في إلها مردود مادي. فالحمد لله إحنا يمكن أهلنا العديد من النساء فيما يتعلق بريادة الأعمال، ولازلنا مستمرين بتعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى النساء حتى أنها تحقق نوع من التنافسية، وبيكون السوق بحاجة لهذا المنتج. بنعزز كمان قدراتهم فيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني بنفس الوقت على كيف أنه يخططوا للمشاريع الاقتصادية، يعملوا دراسة جدوى اقتصادية، كيف بدهم يبحثوا عن الفرص والموارد اللي بتساهم بتطوير فكرتهم. هذا في جانب المشروع الاقتصادي. على المستوى الاجتماعي كثير من السيدات اللي احنا بنينا قدراتهم وأسسوا جمعيات، ومن خلال هاي الجمعيات بلشوا انهم يخدموا سيدات اخريات حتى انهم يعززوا دورهم ويمكنوهم بهاي المجالات. بالمجال الثاني اللي هي احنا يمكن بالصندوق الاردني الهاشمي الحمد لله كان في هناك 28 سيدة من برنامج اللجان النسوية وصلوا مواقع اتخاذ قرار من خلال عملية. وهي خير مثال لست نسرين. ونسرين هي كمان نعم طبعا. وإحنا هلأ عم مشارف يعني الانتخابات هلأ في 76، يعني شوف إنه 76 امرأة رتبوا أمومهم راح يخوضوا المعركة الانتخابية. فهلأ إحنا يعني هذا أمر يدعو للتفاعل طبعا. للتفاؤل طبعا. سوري طبعا. يعني بخلينا نشعر بأنه نحن عم نمشي بالطريق نعم. الصحيح مهن. يعني وهون بما أنك تحدثتي عن صنع القرار وهذه المواقع، حابة أسأل نسرين عن هذا الشيء، تحكي لنا شو صار معك بالضبط لو وصلتي إلى هذه المراكز، مراكز صنع القرار. حضرتك عضو مجلس بلدية طبقة فحل ورئيس جمعية نعم. الشيخ حسين نعم. تحدث عن هذه المناصب. ستي بحكي لك يعني إحنا كمركز الأميرة بسمة تأسسنا وأخذنا عدة دورات كانت تمكننا سياسيا، تمكننا اقتصاديا، بس بنفس الوقت صار لنا أثر بالمجتمع، يعني كمتطوعين اشتركنا بكثير أنشطة، كانت في شراكة ما بيننا وبين المديريات الموجودة بين البلدية بين المتصرف بين يعني وزارة التنمية، صار في تشبيك، صار في لنا أثر بالمجتمع. بعدها
يعني جاتنا فكرة أنه ننزل نطرح نفسنا للانتخابات البلدية، والحمد لله يعني رغم التحديات الموجودة، وأنا يعني شوي في عندي ظروف خاصة كانت، بس بنفس الوقت يعني الحمد لله رب العالمين الكل وقف معي، لأنه بعرفوني وجهي مألوف عندهم وأنا متطوع بالمنطقة. وبعديها بشوي صغيرة يعني أنه كمان اشتغلنا على حالنا الحمد لله، وانتخبوني كرئيس الجمعية، جمعية الشيخ حسين الخيرية، والحمد لله لحد هسه يعني الأمور ماشية والأمور تمام. وبنحاول نشتغل على كمان تمكين سيدات، نعم. يعني وبنشتغل كتوأمة إحنا والصندوق، يعني الأنشطة بنشتغل أنشطة كثير مشتركة مع بعض، يعني إحنا والمركز رأي. نعم يعني مش قادر أنا أسلخ نفسي على الصندوق أبدا، صندوق بحسه بيتنا الأول طبعا. يعني صح عندي الجمعية وعندي حلوة الاستقلالية، نعم نعم ستي الاستقلالية حلوة، أنا كمقر عندي مقر للجمعية وبمثل فيها كل الأنشطة، بس أغلب الأحيان بكون عندنا أنشطة بتكون كبيرة ضروري لازم نكون متجمعين مع بعض صح. والحمد لله يعني هدفنا واحد ستي إنه خدمة مجتمعنا إحنا بالأول، وبالتالي لأنه ننمي سيدات المنطقة طبعاً. والحمد لله هذا الإشي روعة روعة الحمد لله ممتاز. عن جد يعطيك ألف عافية وبالتوفيق أكيد نتمنى لك. دكتورة ميسون حكت جملة مهمة إنه إحنا مش قادرين ننسلخ عن الصندوق، والحلو كنا عم نحكي قبل شوية تحت الهواء إنه حلو السيدة اليوم تكون إيدها بإيد سيدة طبعاً. أخرى وتدعمها وتكون قلوبنا مع بعض، مو نحارب ضد بعض أبداً. بس الفكرة بموضوع الاستمرارية قديش أنتوا بتلعبوا دور بهذا الموضوع، يعني بقدروا هم ينسلخوا أي حد بطلع بعمل مشروع الخاص، قدي دوركم بتنمية موضوع الاستمرارية معهم متابعتهم في أشياء جديدة بتطلع دائما، قلت قبل شوي كيف عم بتعلموهم ماركتينج والديجيتال ماركتينج، في لكم دور مهم معهم، فكيف الاستمرارية بتصير بينكم وبينهم؟ ست لانا هي احنا دائما على تواصل مع كل السيدات اللي استقلوا أو اللي بنوا مشاريع خاصة، جمعيات، وصلوا لمواقع اتخاذ قرار، فعملية المتابعة وبنفس الوقت أنه نحاول قدر الإمكان أن نتعرف على احتياجاتهم حتى يكون في نوع من الاستدامة لأدوارهم ضمن مواقعهم، سواء كانوا رئيسات جمعيات سواء كانوا في مواقع اتخاذ قرار. فإحنا عملية العملية التنموية فيما يتعلق بعملية تمكين المرأة هي عملية مستمرة، وبنفس الوقت الشيء الحلو أنه إحنا نواكب التطورات والتغيرات فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية، لأنه احتياج عن احتياج سنة عن سنة بتغير هذا الاحتياج، فإحنا مواكبين لكل التغييرات فيما يتعلق بهذه الاحتياجات. وبنفس الوقت دائما بكل المناسبات بكل الأنشطتنا إحنا ما بننسى سيداتنا اللي بلشوا معنا ولا زالوا متواصلين معنا. يعني بدي أذكر لك يمكن عملنا ملتقى النسوي السنة الماضية، الملتقى النسوي للجان النسوية كانت من ضمن الحضور أول عضو لجان نسوية بمراكز الصندوق الأردني الهاشمي، واللي استضفناها كضيفة كمتحدثة تتحدث عن تجربتها، واللي لا زالت موجودة في مركز الأميرة بسمة في مادبة، لأنه مركز مادبة هو من المراكز الأولى اللي تأسست فيها كمراكز الأميرة بسمة. فإحنا دائما على تواصل بكل السيدات ما بنتركهم، ودائما بنحاول قدر الإمكان أنه نفدهم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج والنتائج والتأثير عم تلمسوه يعني على أرض الواقع أكيد. وخير مثال نسرين متواجدة معنا اليوم من المستفيدات من صندوق الهاشمي. وهنا حابة أسألك يا دكتور نسرين، كيف عم بيحتفل صندوق الهاشمي بهذا اليوم؟ إيش في عندكم نشاطات؟ شكرا كثير لك على هذا السؤال. يمكن إحنا كل مراكز الصندوق الأردني الهاشمي اليوم عم تحتفل بيوم المرأة العالمي، وخصوصا أنه يوم المرأة العالمي السنة هاي بركز على الجهود التنموية اللي بذلتها المؤسسات في سبيل تعزيز دور المرأة وتمكينها. فهلأ بمراكز الصندوق هي حصيلة العمل التنموي للصندوق، اللي هي بتحاول قدر الإمكان بتركز على قصص النجاح ومخرجات الجهود التنموية التي بذلت على سواء على المجتمع المحلي ولا على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. ممتاز جدا. فالحمد لله شغالين كنا على هذا الموضوع. رائع جدا، يعطيكم ألف عافية ودائما جهودكم يعني محط تقدير. وختام اللقاء عشان بس بدي أخذ منك كلمة سريعة هيك لكل السيدات، رسالة بعجالة جدا تحدثيني عنها لكل السيدات اللي عم بحضرونا، لأنه كمان لازم أنوه أنك حضرتك أخذتي حصلتي على جائزة المرأة العربية القيادية. نعم. فمن هذا المنطلق إيش بتحبي تحكي لكل السيدات بهذا اليوم؟ ستاتنا بكل المجالات مبدعات،
ستاتنا النشميات الأردنيات، أنا بالنسبة لي بوجه لهم رسالة شكر وتقدير. نعم. لكل ست بيتها بعملها بأي مكان موجودة فيه، هي قادرة. كوني أنت ادعمي نفسك بنفسك، لا تستني حدا يدعمك. شكرا، ادعمي نفسك. شكرا، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لكم جميعا، وأثريتونا في هذا اللقاء، وعن جد شهد يعني كل سيدة زي ما قالت نسرين من مكانها، هي طبعاً سيدة مسؤولة طبعاً وقيادية وإلها بصمتها، وما في وحدة فينا لازم تستقل بمكانتها. مع بعض هلأ أعزائنا المشاهدين، خلينا نطلع لتقرير ونادي الأمير علي.